مساء الخير، انا دكتوره منال حليم وهبه، انا استاذ الاشعه في القصر العيني في جامعه القاهره، وانا بشارك معاهم النهارده في البارز المؤتمر في اسكندريه. والحقيقه ان انا احب اوجه كلامي الاول للفيزيشنز اللي هم الاطباء. كنا بنتكلم عن امراض المبيض عند الستات، واتمنى دايما انه لما بالذات اكتر حاجه لما بنشك فيها امراض بالذات المبيض بتبتدي بالموجات الصوتيه، بيعملوا موجات صوتيه عشان يطمن نشوف الست اخبارها ايه. لو لقينا اي كتله غريبه او كيس غريب مش متعودين ان احنا نشوفه، انا بريكومند ان احنا نحاول ان احنا نستخدم الجهاز الرنين المغناطيسي عشان يحاول يساعدنا ان احنا نعرف ايه كنه الورم المبيض ده او الكيس العجيب ده بتاع المبيض ده، اللي معرفش الموجات الصوتيه انها تقول هو ورم حميد ولا ورم خبيث. الرنين الحي المغناطيسي جهاز ما فيهوش اشعه خالص، وجهاز ما فيهوش اي غزو للعيان، لا فيه اي حقن ولا اي حاجه، وكمان جهاز مريح للعيان مش بيتعب العيان، وفي نفس الوقت بيدينا معلومات كثيره جدا جدا عن امراض المبيض للمراه، من ضمنها مثلا انه يقدر يفرق لنا ما بين ده كيس ولا كان جسم صلب، يقدر يقول لنا الكيس ده كيس وظيفي عديد خلاص ممكن يحصل في وقت الست طول ما هي عندها دوره، ولا ده حاجه تقلقني فيها جسم صلب انا محتاج ان انا اشيله جراحيا. ويقدر يوصل لإسكان ممكن يكون ده حميد ولا خبيث او بوردر لاين على حدود الاثنين، قبل ما ابتدي ادخل في جراحه واشيل، سبيشالي للناس اللي ممكن ما تستحملش الجراحات قوي زي الستات بعد السن بعد انقطاع الدوره، او الستات الصغيره اللي لسه عايزه تنجب اطفال فبالتالي ما تقدرش انها تستغنى عن حاجه من المبايض. وشكرا لكم جدا.